الإدارة العامة للمرور ضمنت الأكل والشرب أثناء قيادة المركبة ضمن مخالفات الانشغال بغير الطريق، واللي تبلغ قيمة مخالفتها 150 ريال. الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العميد علي الرشيدي قال أن الأكل والشرب أثناء القيادة تعد مخالفة موجبة للعقوبة المالية. معي هاتفيا للحديث عن هذا الموضوع مدير مرور منطقة الرياض العميد الدكتور محمد البقومي. أهلا عميد محمد. هلا حياكم الله ومساكم الله بالخير. مسيت بالنور. يعني يسد النفس هالخبر، اللي ياكل ويشرب في السيارة تزعلونه انتم كذا؟ حقيقة أخي الكريم، هو الهدف الحرص على سلامة، صحيح، سلامة مستخدم الطريق، صحيح. طبعا ترتب على ذلك انشغاله عن القيادة وهي الأهم في الموقف هذا. طبعا نظام المرور اللي الحقيقة أقر من المقام السامي الكريم تضمن في جدول المخالفات رقم 4 المخالفات الانشغال عن القيادة وهي وغرامتها من 100 ريال إلى 150 ريال. طبعا في نقطة مهمة، انه يمكن يترتب على هذه المخالفة مخالفة اخرى، رمي المخلفات من السيارة اثناء القيادة. ايوه. بحيث انه احتمال انه عندما ينتهي من الاكل يرمي، او ينتهي من شرب علبة العصير يتم رميها في الشارع، وهذه ايضا مخالفة غرامتها من 100 ريال الى 150 ريال. طيب عميد محمد، انا اذا جيت سالك عن الانشغال بالاكل والشرب يقال انه اخطر حتى من الانشغال بالجوال، ولا لا؟ والله اي انشغال عن القيادة يعني مكمن خطوره جدا، يعني اي خطا في لحظه اثناء القياده ربما انه ينتج عن خطر. طيب. كبير، سواء احتمال انه يعني الخطر هذا يترتب عليه إيذاء الآخرين مستخدم الطرق. طيب. وتسبب في حادث يعني ينتج عنه لا قدر الله وفيات او اصابات او تلفيات جسيمه يعني. طيب مدير مرور منطقة الرياض العميد الدكتور محمد البقومي، شكرا لكم، عندكم جهود مرة يعني مميزة في الفترة الماضية، الله يوفقكم ويقويكم، وإن شاء الله يعني تثمر هذه الجهود إن شاء الله إلى خير إن شاء الله.